صباح الخير من بلد الخير. اليوم سأعرض لكم جانب من الإجراءات والاستعدادات الصحية اللي اتخذتها الهيئة الملكية بينبع لمواجهة جائحة كورونا في هذه المدينة الجميلة ينبع الصناعية. هذه المباني الحديثة الجميلة مخصصة للحجر الصحي. خمسة مباني خصصتها الهيئة الملكية لأغراض الحجر الصحي، وتم تجهيزها بالكامل ووضعها تحت تصرف برنامج الخدمات الصحية لاستخدامها فيما يرونه مناسبا لمواجهة الجائحة. نسأل الله عز وجل أن يرفعها قريبا. تكون كل مبنى، كل طابق من 8 استديوهات، 3 طوابق، 24 استديو. ما شاء الله تبارك الله، مكان يشرح الخاطر ومؤثث تأثيث كامل. مسطحات خضراء، غرف نوم، دورات مياه خاصة، أجهزة لغسيل الملابس، الطرق والممرات مشجرة، زقزقة العصافير في كل مكان. الهيئة الملكية تشكر شركة نمارق على مبادرتها الجميلة بتوفير جميع الوجبات للعمالة المعزولة الصحية، وجبات روعية فيها النظافة والتنوع والجودة. المطبخ مجهز بكافة التجهيزات اللي تحفظ الأطعمة، حافظات مخصصة كي تصل الوجبات ساخنة. هنا كل شيء مختلف. مرحبا بكم في ينبع الصناعية.